السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في سؤال عن أفضل مواقع ممكن نجيب منها تمبليت للبرزنتيشن. في طبعا عندنا يعني أكثر حاجات مشهورة في البرزنتيشن هو المايكروسوفت باوربوينت، وعندنا جوجل سلايد. فأول حاجة هنروح ليها اللي هو المايكروسوفت باوربوينت تمبليت. تمام، هتلاقي تمبليت كتيرة جدا. ايه فكرة التمبليت؟ ان انا عايز اعمل برزنتيشن كويس، فبدل ما ابدأ من الصفر هلاقي تمبليت جاهز في اكتر من شريحة. تمام، وهنا بيعمل لي فيديو بيوريني الشرايح اللي موجوده. تمام، كل اللي عليا بقى ان انا ابدل التكست، ابدل الصور، ويبقى عندي برزنتيشن قوي. ممكن مثلا حاجه زي كده. فببدا هنا، ممكن ادخل على مايكروسوفت ديزاينر، ابدا ان انا اعدل فيه. فالتمبليت ميزته ان هو بيبقى حاجه موجوده جاهزه، اعمل بس عليها بعض التعديلات البسيطه. طيب نخش مثلا على ايه تاني؟ على جوجل سلايد. جوجل سلايد هتلاقي فيه تمبليت كتيره جاهزه تقدر ان انت تستخدمها. بيقول لك تراي سلايدر سلايد فور وورك. تمام، والفري غني جدا، يعني 15 جيجا ممتاز جدا. تمام، لكن لو احتجت اكتر ممكن تخش في البيزنس لو انت حابب. طيب في برضو موقع حلو قوي، سلايدز جو، بتلاقي حاجات كتير جاهزة. يعني مثلا عجبك حاجة زي كده، طبعا انت ممكن تعمل سيرش تقول له مثلا انا عايز حاجة عن ايجيبت، حسب الموضوع اللي انت هتتكلم عنه. تمام، اغلبها هتلاقي عن القدماء المصريين، فمثلا هتختار دوت وتبدأ تعمل له داونلود. بص على السهم دوت، هيقول لك انت عايز تستخدمه في الباوربوينت وجوجل سلايد وكانفا. طيب هو بيقول لنا ان في كانفا، احنا شفنا الباوربوينت، شفنا جوجل سلايد، تعال نشوف كانفا. كانفا برضو فيه كمية كبيرة جدا من البرزنتيشن تمبليت جاهزة، تقدر تختار أي واحدة فيهم وتدخل تعدل عليها بطريقة سهلة جدا. تعلم التكست تقول وتكتب اللي أنت عايزه، تعلم الصورة وتعمل لها استبدال. وشرحنا الكانفا أكتر من مرة. طيب هنلاقي برضو الموقع ده، وهسيب لكم الرابط أسفل الفيديو، هتلاقي فيه تمبليت كتيرة، حاجات احترافية. وده برضو، ده برضو فري بيك، برضو في شوية إمكانيات حلوة، برزنتيشن جاهزة كلهم. أول ما تتعلم عليهم تقدر تعملهم داونلود وتعدل. بس يعني عايز تعدل، عايز تكتبها بالعربي، عايز تكتب أي حاجة تانية، تقدر أنت تعدل على طول. وبرضو موقع ده حلو. فاحنا كده معانا شوية مواقع كويسة جدا، تقريبا 8 مواقع هتلاقي فيهم أي برزنتيشن هتلاقي موجود. أغلب الحاجات اللي موجودة فري، لكن ممكن تلاقي بعضهم بالدولار حاجة زي كده يعني. أتمنى يكون أجبنا على السؤال.